من دخل قلوبكم مرحبا ومن خرج منها فألف مرحبا وأهلا وسهلا. اجعلوا حياتكم وخذوها قاعدة: من دخل قلبي فهو بقلبي ومن خرج فهو على مرأى عيني. نعم أراك لكنك لن تكن لك ثقل في مشاعري، لكن دون أذى دون تجريح. واعلم يقينا أن الحياة لا تقوم على أحد. ملوك ماتوا ودولهم استمرت، ملوك ماتوا ودولهم استمرت. محمد صلى الله عليه وسلم مات ودينه باق، ودينه باق. كل أمر لا يتوقف على بشر. فلا تجعل قلبك وموطن حياتك ومشاعرك تقف على أحد. انسى، عش ملكا بذاتك، ولا تجعل أحدا يمسك وتد حياتك. فالناس ربما لا يستحق، فهناك من الناس لو أعطيته وتدا ليثبت عرش قلبك غرس الوتد في قلبك. فلهذا انظروا بعين العقلانية، نظفوا قلوبكم، انسوا الماضي، نقوا حياتكم، واعلموا أن الله عز وجل على قدر صفاء القلب، على قدر صفاء قلوبكم يستوطن أناس به.